وبعد كده تضايقت من بعض الأشياء، قدمت استقالتي وقلت عمري ما هحصل على وظيفة زي دي، لها شهرة ولها مكانة وأكبر تسجيل فنان في الدنمارك. فقلت لا، يبقى أنا لاجب أن أنا مضطر أن أنا أبدأ بأعمال خاصة حتى لو كان سوبر ماركت صغير، مش مهم، المهم لن أعمل لأحد آخر، لأن أنا كفاية أن أنا عملت وبنيت. وبعد ذلك شعرت بأن بعض الناس بيحاولوا يطعنوني عشان يأخذوا مركزي أو ما إلى ذلك. ذهبت إلى البنك وقلت أن أنا عاوز أبدأ شركة، فقال لي البنك رأس المال قد إيه؟ قلت له 20 مليون كرونة. قال لي كم كرونة عندك؟ قلت له ما عنديش، لأن كل الأموال اللي حصلت عليها أموال قوية، يعني كنت من يعني بشتغل بأعلى مرتبات في الدنمارك كلها، كنت بذهبها لتأمين المعاشات بتاعتي. قلت له لا، الأموال دي راحت للمعاشات ومش عاوز أستخدمها. قال لي في حد يضمنك؟ مجلس إدارة البنك. قلت له لا، ما فيش حد يضمني. قال طب عندك فيلا نرهنها؟ قلت لهم لا، انا كنت عايش في الشوارع ولن ارهن بيتي. الله، انت يعني حصل شيء في مخك انك انت جاي تطلب 20 مليون على وجهك؟ قلت له ايوه، عشان انا اقوى واحد في اداره الفنادق في هذه الدوله، ولو كان عندك اسم تاني قول لي من هو. قال لي بتقول ايه؟ قلت له ما تفتكرش ان انا بتعظم، انا بثق في نفسي، انا في هذه الدوله حققت أشياء لم يحققها إنسان قبل ذلك، والنتائج أهي قدامك. كل الفنادق اللي أنا استلمتها نتائجها بعد سنة أو سنة ونص أصبحت مختلفة، فيجب أن أنتوا تثقوا فيا كما وثق الآخرين فيا. تركت الاجتماع 30 ساعة بالضبط، جم قالوا لي هنسلفك 20 مليون عشان تبدأ شركة هيلنان بسبب ما قلتوا لنا. أنا أحب أقول مثل في ده، أن الثقة بالنفس مش التعظم، استغفر الله العظيم، هو الثقة بالنفس مهمة جدا. ان انا ما قلتش، لان انا لو قلت الكلمة دي لأي واحد انا احسن واحد، الناس عامة حتى في الخارج يقولوا ده حصل له جنون عظمة، ده حصل له فاكر نفسه ايه، ده واخد ألم في نفسه، يقولوا كل الألقاب السيئة عليه. لكن انا لو لم استخدم ان انا اقوى واحد في هذا المجال ولو في حد احسن مني قولوا لي مين، لم أكن قد أسست الشركة الخاصة بي للفنادق كما أسستها وأصبحت شركة عالمية.